بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، تتواصل مسيرة اللقايا، تتواصل تألق هذه الشعارات الكبيرة اليوم في هذا المهرجان الغالي، مهرجان المؤسسة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه واسكنه فسيح جناته. اخواني المتابعين، اليوم متعة اللقايا ومتعة هذه الشعارات الحاضرة من اصحاب السمو الشيوخ والسعادة، حيث حضر في هذا المساء وحضرت اسماء جديدة مع سن اللقايا، ستتابعونها ان شاء الله مع اشواط الذهب والرموز. ننطلق إخواني المتابعين في شوطنا الثاني عشر، اللي يحمل أسماء جديدة ودفعة جديدة من هذه الأسماء القادمة لهذا العالم الساحر. تويوتا كروزر بيك أب جائزة هذا الشوط، سيارة ثمينة غالية في انتظار من ستفوز في هذا الشوط. أبدأ إخواني المتابعين مع بشاير على المركز الأول، شعار هجن الشحانية، وهذا هو الذهبي سالم بن فاران الذي يقدم بشاير في هذا الشوط المركز الثاني، رقم أربعة. هذه السيرة على ثاني المراكز بشعار هجن الشحانية عند سلطان الوهيبي المركز الثالث، تواجد لاعتبار على المركز الثالث بشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وتدخل للشهانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المنتشي اللي يضمرها مطر بن سيف بن لاحق الهاجري في المتابعة أبو عمر، ينطلق محلقا مع هذا الشعار في ميدان الشحانية بخبرته الكبيرة. انتقل إلى المركز الخامس إخواني المتابعين، إلى الشهانية على خامس المراكز، الشهانية لهجن الشحانية وسلطان الوهيبي يضمرها. هذه الأسماء الخمسة المنطلقة والمندفعة، لكن أرى بعد المراكز الخمس شعارات كبيرة كبيرة كبيرة، انتظروها إخواني المتابعين، انتظروها انتظروها. نحن نسير في مسيرة اللقاية. اليوم عندنا التوقيت الأفضل عند مخرجنا أحمد السادة وعلي بوشارب، يقدمون التوقيت الأفضل، التوقيت الأفضل مع الوعب صاحب أفضل، الوعب صاحب الشوط الرئيسي الأول الخاص بالقعدان، الوعب 7 دقائق 26 ثانية، 31 جزء من الثانية، شعار هجن الشحانية قدم الوعب وقاده الذهبي سالم بن فاران، وهو على شاشة قناة الريان تتابعون على الهواء مباشرة، تتابعون هذا هو الوعب. والمخرجنا أيضا المميز يقدم علي مشارب. أيها الإخوة المتابعون، أعود إلى المركز الأول، إلى شعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم. هذه الشهانية تنطلق، مطر بن سيف بن لاحق الهاجري هو المتابع للشهانية التي تنطلق في هذه اللحظة معلنة إبحارها في مسيرة الخمسة كيلومترات. المركز الثاني، هذا أبو جابر يتابعها بالمركز الثاني، ينطلق مع بشاير، بشاير 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 مع المركز الثاني، شعار هجن الشحانية وسالم بن فاران يضمرها. المركز الثالث، ركز يا أبو جابر، ركز مع بشاير. المركز الثالث، المركز الثالث، تواجد لشعار العاصفة، لشعار هجن العاصفة حمد بن راشد بن حمد بن غدير يقدم اعتبار المركز الرابع، تدخل وغيرت مسيرة أو سيرة لهجن الشحانية عن سلطان الوهيبي. المركز الخامس، المركز الخامس رقم ثلاثة، هذه الشهانية لهجن الشحانية ولمضمر سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. هذا نداء الثاني لهذه المسيرة المميزة المميزة والمسيرة القوية للقاية، اللقاية السبق المعروفات التي تشارك اليوم
اليوم مع هذا العرض المميز، مسافة الخمسة كيلو مترات والتواقيت المميزة اليوم اللي شاهدناها، كسر حاجز الثلاثين اليوم، كسر حاجز الثلاثين مع الوعب اللي حطم التوقيت اليوم، الوعب اللي ما يعرف التعب. هذا هو الكوع الأخير، الكوع الأخير. الله، ركز يا علي أبو شارب على رقم ثمانية، ركزوا لي عليها. هذه بشاير، بشاير، بشاير الخير، بشاير الخير اليوم، بشاير الخير مع شعار هجن الشحانية اللي أبدع في الفترة الصباحية بتحقيق 18 شوطا في الفترة الصباحية، بمجموع 19 شوطا حقق 18 شوطا شعار هجن الشحانية. وهذه بشاير، 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 بشاير مع المركز الأول تنطلق، تنطلق في هذه اللحظة بشعار هجن الشحانية عند سالم بن فاران الذهبي اللي يقودها. هذا الشاب، الشاب الذهبي يقود بشاير مع هذا التقدم. بروق بالمركز الثاني، هذه اللي بالمركز الثاني، بروق لهجن الشحانية عند سلطان الوهيبي. وهذه خطيرة يا سالم، هذه خطيرة، اعتبار قادمة، اعتبار يا أبو جابر، اعتبار، اعتبار. ولكن بشاير، خلونا مع بشاير، مع بشاير يا أبو جابر، مع بشاير. شعار هجن الشحانية يقدم الجديد اليوم، يقدم الجديد، يقدم الجديد مع هذا التقدم المميز لهذا الاسم الكبير. إذن هذه بشاير، تهانينا أولا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري الذي قادها تويوتا كروزر بيكاب. تحصل عليه بشاير في هذا الشوط، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الانتصار المميز في هذا المساء الجميل. المركز الثاني اعتبار لهجن العاصفة، المركز الثالث الشهنية في المركز الثالث لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الرابع، المركز الرابع الشهنية لهجن الشحانية، والمركز الخامس تصل بروق لهجن الشحانية. إخواني المتابعين، هذه الأسماء تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز بشاير بالمركز الأول وحصولها على السيارة في هذا المساء. قدمها الذهبي سالم بن فاران المري، قدم، قدم بشاير بهذا الشوط بمتعة وإثارة للقاية اليوم وشعار هجن الشحانية. توقيت الزمني 7:36، 30 جزء من الثانية، توقيت بشاير. تهانينا لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران المري. اعتبار هجن العاصفة حققت النقطة أو المركز الثاني مع حمد بن راشد بن حمد بن غدير، 7:37، 77 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث الشهانية بالمركز الثالث لصاحب السمو والشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، قدمها مطر باللاحق الهاجري 7:39، 99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.